عسى بيتكم. اليوم باش نحكيو على زوز مواضيع هامين، الاخلاص في وسائل النقل في المدن، وباش نحكيو زاد على الاعتصامات تاثير نتاعهم على التشغيل في بلادنا. وسائل النقل كما تعرفوا من بدينا حمله الاسبوع الفارط اللي نطلبوا فيكم كمواطنين باش تاخذوا المسؤوليه نتاع الاخلاص، على خاطر الشركات النقل بصفه خاصه الكيران والترينوات في الضواحي معناها نتاع المدن الكبر في حاله ماهيش مقبوله بالنسبه بطبيعه الحال البلاد كيف بلادنا. الشركات هذم المداخيل نتاعها هو تخليص بطبيعه الصحة للتساكر، وزيد هما يمونوا في التلامذه نتاعنا معدل اللي يظهر لي في الجمهوريه 75% من الناس اللي تسافر في الكيران هما تلامذه، والتلامذه الدوله تمول فيه بصفه كبيره ياسر. اما كان نزيدوا حتى اللي ما همش تلامذه ما يخلصوش تسكرهم، الحاله باش تكون صعيبه ياسر. واحنا عملنا سيت ويب كما راكم شفتوه وين حطينا فيه قداش خسرنا، يظهر لي قربنا عدينا ال 15 مليار من اوائل من اول عام وبعد 14 جانفي بطبيعه الحال، ما بين الخسائر اللي صارت وما بين دفعان التذاكر اللي ما صارش. وعوان الشركات هذو نشكرهم مرة أخرى، على خاطر كانوا معناها دافعوا على الشركات ودافعوا على الوسائل والكيران اللي كانت عندنا في كل بقعة، ولهذا ماذا بينا المواطنين الكل يتعاملوا معاهم بالحسن، وكي يطلبوهم باش يخلصوهم يخلصوا، وهذا كله يصير كمسؤولية للمواطنين احنا في تونس كلها، بلادنا يلزمنا نحسنوها. وانا بصفة عامة معناها كي نشوف السوق بالطبيعة ونشوف الناس اللي تحرق فضة ونشوف هذا اسفني. عندي المدة هذه لازم تتعدى، المدة اللي معناها ما يلزمناش بوليس في كل كارفور في تونس باش نوقفوا باش ما نحرقوش الضوء، ما يلزمناش بوليس في كل كار باش الناس تخصص سكرها، ما يلزمناش بوليس في كل ترينو باش الناس معناها تعمل بالواجب الوطني نتاعها. وهذه نداء نعمله معناها بصفة خاصة في قطاعنا، وبطبيعة الحال في الجمهورية بكلها يلزمنا نرجعوا للحاجة اللي إلى حد الآن كنا عاطين بينا المثل، ولازم ترجع حاجة طبيعية، لازم تطلع في كار وما تخلصش. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني اعتصامات. الاعتصامات بصفة عامة مدة وين نقصت، فما ناس قالوا الاعتصام حق. الاعتصام مش حق، مش صحيح. الاضراب حق موجود في القانون. الاعتصام نجم تعتصم اذا بطبيعه الحال تشد تقعد في بقعه وما تقلق حد، اما اذا تعتصم باش تمنع الناس باش تشتغل مش حق، خارج قانون. فما ديما برشا علاش الاعتصام صاير ومش صاير. اما انا كي مشيت وزرت 10 ولايات وكي نمشي نشوف مثلا قلت البارح شيء اسف، معناها عندنا مشروع كبير كما الطرود ما بين صفاقس وقابس، وشركات ما تنجمش تخدم، على خاطر كي تبدا تخدم ودخلت خدامه الشركات تاخذ 200 الاخرى تاخذ 300 ودخلوا اكثر من ما لازمهم عباد باش يخدموا، هما يدخلوا منا عباد ومن بعد عباد اخرين يجوا يعتصموا خاطر طالبين زاد باش يدخلوا يخدموا. ولهذا ما عادش ينجموا يسيروا المشاريع هذم، وباش يوليو نكملوا بخساره مواطن شغل في عوض نربحوا مواطن شغل. بطبيعة الحال هذا مش صفة عامة، خاطر فما جهات فما مشاريع ماشي مليح الناس نجم تخدم، وماهوش حل اللي في كل بقعة يلزمنا نجيبوا وسائل الأمن، معناها ومشكورين أعضاء الأمن اللي معناها نعيطوا لهم يجيو يعاونوا يحاولوا يستفسروا مع المواطنين والمعتصمين باش نلقاو حل ويخليوا الناس تشتغل. اما يظهر لي اللي احنا توا داخلين في مده وين عندنا مسؤوليه لكلنا كمواطنين، عطاوها لنا الشهداء بتاعنا بتاع الثوره هذه. الشهداء ما ماتوش باش احنا نخلقوا فوضى، الشهداء ماتوا باش احنا نخطوا الديمقراطيه. ماهيش تخطوا الديمقراطيه باخذ حق العباد على عباد اخرين. انا كي تعتصم وما تخليش الناس تخدم تاخذ في حق عبد، انت طالب حق بطبيعه الحال، اما في نفس الاوان اذا طالب حق بصفه غير قانونيه قاعد تاخذ في حق واحد. ولهذا ماهيش هذه النتيجه اللي الشهداء نتاعنا ماتوا عليها. احنا يلزمنا نتحملوا مسؤوليه كبيره، مش كحكومه، لا نتكلم كمواطن،
اللي يلزمنا ما نجموش طلب كل شيء توا فورا ناخذ نقدمه. فما برشا حاجات قاعده تتعمل، فما برشا شركات قاعده تعمل في المجهودات بصفه جماعيه باش تنتدب اكثر ما يمكن عباد. اما مشكله الشغل وقت اللي عندنا اكثر من 600 الف بطال ماهيش باش تتحل بالاعتصامات. الاعتصامات هذوما اذا كثروا برشا راهو باش يوصلونا في ثنيه ماهيش باهيه، ولهذا يلزمنا نساندوا بعضنا ونعرفوا ناخذوا مسؤولياتنا. وين نلقاو حلول؟ نلقاو حلول والنقص وان شاء الله نحيو منهم باش نجموا ندخلوا في الفتره الجديده اللي باش تكون مهمه ياسر للبلاد. وانا نحب نذكر معناها التوانسه اكن نهارين والكثر اللي صاروا بعد 14 جانفي، وين الناس وقت اللي معناها البلادنا داخله بعضها والناس سندت بعضها والمسانده كانت موجوده ما بين كل الطرف كل الطرف الاجتماعيه في الحماد، الناس تدافع على بعضها. راهو هذا اللي لازمنا في الفتره الجايه، على خاطرنا قادمين على فتره مهمه ياسر البلاد، الانتخابات تاع 24 جويليه، ويلزمنا نخلطولها في نطاق اجتماعي باهي. وان شاء الله نعمل على المواطنين نتاعنا باش ياخذوا هالمسؤوليه هذه ويعرفوا كيفاش يساندوا بعضهم باش نعديوها هالفتره هذه. وبعد بطبيعه الحال باش يصيروا ان شاء الله المجهودات الموجوده توا اللي صايره في الحكومه وقتها هذه واللي باش تصير في الحكومه المنتخبه الجايه تنجم بشويه بشويه تحل مشاكل الاجتماع المجتمع نتاعنا التونسي، ولكن ماهمش باش تحلوا في ليله وضحاها، ويزلنا شويه صبر. بارك الله فيكم.